أهلا وسهلا بكم من جديد، يسعدنا أن نستضيف في يوم المرأة العالمي في معنا في الاستوديو السيدة ماري تريز كرياكي، رئيسة رابطة المرأة العربية النمساوية. أهلا بك سيدة ماري. أهلا وسهلا فيك، شكرا. منورانا في الاستوديو. شكرا كتير. سيدة ماري، بداية كده تقولي لنا إيه في يوم المرأة العالمي؟ اليوم بس بدي أذكر إنه نحن لسه ما زال الطريق قدامنا طويل كتير. طبعا تحقق كتير من الأشياء اللي نحن بدنا إياها، لكن نسبيا بتضل هي قليلة، لأنه نحن في عنا حقوق إنسانية. يعني هي ما هي مطالب مستحيلة. هاي الحقوق بتحتاج لقوانين تدعمها، لتحقيق اللي نحن بنسبق له. يعني طبعا مثل ما قلنا بالأول إنه كل شيء نسبي، يعني في من بلد لبلد بيختلف الموضوع، لكن هذا اليوم هو يوم مميز. مميز فقط لأنه نحن بنذكر الناس إنه نحن لسه في عنا حقوق عم نطالب فيها، مو لأنه هو عيد، لا، لأنه هو هذا اليوم بنشوف فيه إنه شو الأشياء يعني اللي حقق المنجزات اللي حققناها واللي ما حققناها. يعني بهذا اليوم كمان نتذكر إنه نحن مو لحالنا بهذا الكوكب، كل شيء عم بيحصل هو عم بيطالب كل النساء بالعالم. ولحظة يعني دائما الحروب هي أكثر الناس اللي أول ضحاياها هن بتكون النساء والأطفال. طبعا طبعا حرب أوكرانيا هلأ عم تلقي بظلالها علينا، نحن كسوريين كمان عشنا هذا الشيء، وكأني عم شوف السيناريو عم بيتكرر من أول وجديد، مثل اللي حصل بسوريا عم بيحصل هلأ بأوكرانيا. وبهذا اليوم كمان نحن طبيعي انه ما ننسى انه قديش في نساء لسه موجودين بالمعتقلات، قديش في نساء هن ضحايا العنف الأسري، قديش بالعالم العربي في نساء مهمشين ما مبين دورهم. يعني والحروب أكلتهم أكل، من وين بدي أبدأ؟ فلسطين، العراق، اليمن، مصر، سوريا، لبنان، وانتي ماشية كل بلد نسبة وتناسب هي مسألة العنف اللي عم بيطال المرأة بكل أشكاله. نعم. فهي في صار في تهديد لوجودها لكيانها، إضافة للجوء اللي حصل. اللجوء يعني انتي عم تجي تقبعي شخص مثل الشجرة من مكانه وتحطيه بمكان تاني، فشو الأبعاد اللي بدها تصير؟ شو الأشياء اللي ممكن يعني تغير بنفسيته؟ كيف بيقدر انه يرجع يتجذر بالارض اللي وصل لها؟ نعم. فمشوارنا طويل كتير. طيب، يعني بما اننا دلوقتي بنتكلم عن وضع النساء الهاربات او الفارين من الحروب، يعني وطبعا ما نقدرش نتجاوز دلوقتي الوضع الاوكراني، يعني شايفين طبعا نساء واطفال بيفروا من الحرب دي. منظمة أو الرابطة للمرأة العربية النمساوية دلوقتي، يعني إيه هي ترتيباتها لمساعدة هؤلاء؟ هلأ لسه مبدئيا نحن عم نفتح قنوات مع المنظمات اللي هي عم تشتغل. هلأ في منظمات رئيسية، هي منظمات تابعة للدولة النمساوية مثل كاريتاس افترضنا، فهدول هن مع الأزمة اللي بدت بال 2015 لما اجوا السوريين والأفغان وبقية الجنسيات، هن تعلموا دروس وصاروا يعرفوا ينظموا حالهم بشكل أكبر. هلأ نحن القنوات هيدي اللي نفتحها مع هدول الناس هي اللي بتقلنا انه نحن شو ممكن نساعد. هلا مبدئيا هن كافيين حالهم بعد، بس نحن متوقعين لسه في موجة نزوح كبيرة، وبهيك حالة نحن من هلا عم نبلش نساعد وعم منجهز حالنا لانه نكون يعني بالفريق الخلفي لمساعدة هدول الناس. طيب، يعني طيب يعني بما اننا النهارده في يوم المرأة العالمي، طبعا شفنا الفينا لينين برضو قامت بتذكير المواطنين في فينا باليوم ده. ليه برأيك يجب تذكر هذا اليوم؟ ما قلنا لازم نحن لازم نتذكره لنتذكر انه فعليا نحن شو حققنا وشو اللي مطلوب بعد، لانه
نوصل لحقوقنا اللي هي الحد الأدنى لحق الإنسان. يعني ما عم نطلب نحن المستحيل، نحن بدنا مساواة كاملة، ما بدنا انتقاص من حقوقنا. بس هذا بده شغل كتير، منه يعني وليد اللحظة يعني. وفي غيرنا ناضلوا قبلنا كتير، مثل ما هلأ تفضلتي بالتقرير تبعك، أنا انتبهت عليكي إنه حكيتي على تاريخ نضال المرأة وكيف بدت بمعامل النسيج بأمريكا وكذا، وهذا عمل تراكمي طبعا. ونحن ما زلنا متابعين. طيب برأيك إيه هي التحديات التي لا تزال تواجه المرأة في أوروبا والنمسا بشكل خاص، طبعا المرأة العربية؟ هلا مثل ما حكينا انه لسه هلا يعني الناس بتفتكر انه بالنمسا ما في فقر، وهذا الكلام مو صحيح، لانه الاكثر شريحتين اجتماعيتين اللي هن متعرضين للفقر هن المرأة والاطفال، وخصوص النساء اللي هن وحيدات المعيلات لاسرتهم. فهدولي لسه في عندهم كتير حقوق منقوصة، يعني ما في دعم بالشكل الكامل اللي هن بيريدوا. طبعا مسألة الفقر هي مسألة نسبية، أنا ما عم قارن مثلا فقر في أوروبا مثل الفقر بالعالم الثالث. العالم الثالث طبعا هن على أساسيات الحياة عم بيصارعوا مشان وجودهم، هون لا الأمر يعني أقل حدة يعني. بس أنه بضل أنه الفقر له مستويات، يعني مثلا حاليا النساء اللي هن وحيدات أو حتى الرجال اللي هن وحيدين لحالهم بيحتاجوا دعم اجتماعي، لأنه حتى يعني صاروا هلا الراتب يدوب يأدي الإنسان يأكل ويشرب بس. يعني إذا تعرض بالبيت لأزمة مثلا، إذا خربت الغسالة أبسط الأمور، ما عنده قدرة أنه يصلحها. ليش؟ لأنه ما في مجال، مبلغ ما في بإيده، سيولة ما في. فحتى بتلاحظي أنه طريقة اللبس تبع الناس بلشت تختلف، يعني نحن بلشنا عم نعاني من أزمة. هذا بالنسبة بشكل عام. يعني قصدك ازاي طريقة اللبس بدأت تختلف؟ يعني صارت بتحسي انه في لباس تغير لونه، صار داكن اكتر، وحتى لباس كتير متواضع، يعني بتحسي فيه انه هو قديم، ما عادت الناس عندها قوة شرائية لتشتري شيء جديد. يعني بالرغم من انه في بعض المخازن بتبيع أشياء كتير رخيصة، فبتلاقي هلأ القبول على المخازن الملابس المستعملة أكتر مثل الهومانا. هلأ بالنسبة للمرأة اللاجئة، هي الجهد عليها مضاعف، لأنه أول شيء بدها في عندها حاجز اللغة، بعدين حاجز العمل، وبعدين بتجي أنه في أشياء كتيرة بتوقف عائق أنه باندماجها بدخولها بسوق العمل، وخصوصي أنه هلأ سوق العمل بلش يتراجع. يعني نتيجة الأزمة تبع أوكرانيا رح يزيد نسبة البطالة، فهذا بيطال أول شيء الشرائح المهمشة ومن بينات اللاجئات. فيعني الوضع هلأ لازم له أكثر تكاتف بين الناس، مساعدة وطلب للمساعدة. يعني لازم الإنسان ما يخجل، ما فيه شيء، يعني أنا اليوم بعطيكي وأنت بكرة بتعطيني، يعني الناس موجودة لبعضها، مو الواحد صحيح. عايش لحاله بالصحراء. سيدة ماري، يعني طبعا حضرتك بتديري بعض المنظمات الغير ربحية، وتقولي لنا ايه عن نشاطاتكم في الشمال السوري؟ هلا نحن بالشمال السوري بدينا نشتغل من 2011، وبهذا المشروع تبعنا اللي سميناه بلسم، هو تابع لرابطة المرأة العربية، خدمنا 9 قرى. هلا طبعا المجتمع منذ بدايه النشاط من 2011، منذ بدايه الازمه اي، وما زلنا لحديت هلا، لكن هذا المجتمع هذا هو مجتمع متحرك. يعني هلا اللي عم يوصلوا للحدود، في ناس كثير منا استقرت بتركيا، غيرت المدن او طلعت لدول ثانيه، هي كانت عباره عن مرحله عبور يعني ليوصلوا او يصير لهم لم شمل مع اهاليهم الموجودين باوروبا او بامريكا او استراليا. لكن بقيت النسبة الكبيرة اللي هي الفقيرة، وغالبيتها 70% منها هي نساء وأطفال. فنحن خدمنا هذه القرى، ومنها عملنا عيادات، عملنا عيادتين، عيادة نسائية وعيادة للأطفال، وكان في عنا أطباء وممرضين يشتغلوا معهم. قدمنا خدمات لهم على مدى 4 سنوات، 4 أو 5 ما بقى أتذكر،
تقريبا بالنسبة للنساء خدمنا شيء 8000 امرأة، وبالنسبة للأطفال 5000، لأنه عيادة الأطفال إجت بعد عيادة المرأة. وهدول النساء حصلوا على المعاينة وعلى الأدوية وعلى العلاج، كل شيء مجاني، مونته الرابطة تبعيتنا اللي أخذت دعمها، غالبية دعمها من الموظفين اللي بيشتغلوا بالأمم المتحدة، مو من الإدارة، من الموظفين اللي هن تبرعوا ودعموا هذا المشروع. بعدين لحد الآن لما فتحت تركيا المستشفيات للسوريين ببلاش، طلبوا منا نسكر العيادتين، سكرناهم، لكن ما زال عندنا طبيب أطفال بيدور على القرى، لأنه يعني ما عندهم يعني مبالغ مالية ليدفعوا أجار الطريق من القرية للمستشفى. فنحن مندير بالنا عليهم بعدنا لهلا. عندنا مركز ثقافي للأطفال والشباب، وهذا كله بالتعاون مع منظمة أمل، نحن وياهم شركاء. طبعا ما راح احكي لك على المعونات العينية، المعونات نحن لهلا بندعم طلاب بيدرسوا بالجامعات سوريين، ومشروعنا كبير وما زال ماشي رغم كل الظروف الصعبة هلا، وخصوصي بعد وجود الكورونا. نعم. طب عندكم غير الشمال السوري عندكم ايه النقط اللي انتوا شغالين فيها؟ يعني نحن شغالين هون بالنمسا مثلا، نحن بالنمسا اول ما اجوا الشباب السوريين بال 2015 التقينا بشباب فنانين، واهمهم كان الاستاذ عروه الشوفي، اللي كنت طلبت منه انه نحن نعمل كورال، فهو اجى قال لي لا شو رايك نعمل اوركسترا، قلت له بتقدر، قال ايه، وفعلا صار عندنا اوركسترا هلا قوامه 100 شخص، ونحن عم نجهز الشباب هلا ليلتحقوا بالاوركسترا، مندرس موسيقى، نحن برابطة المرأة العربية عندنا موسيقى وعندنا لغة عربية، عندنا كل شيء ممكن يخطر ببالك، مسرح، عندنا محاضرات ثقافية، لكن طبعا هلا نشاطنا شوي خف لأنه هالسنتين ممنوع الالتقاء بظرف بسبب الكورونا. يعني بما ان حضرتك ذكرتي كورونا دلوقتي، يعني كيف أثرت وكيف أثر وباء كورونا على وضع المرأة في النمسا ووضع المرأة اللاجئة؟ ايه يعني طبعا هذا خفف من اول شيء اللقاء الاجتماعي، يعني نحن مع الوقت لما انعزلنا ببيوتنا وصرنا كلنا ورا الشاشات توحشنا، عرفتي؟ يعني حتى نسينا انه كيف ممكن نحن نتعامل مع بعض، سنتين ما انا لعبه يعني. واللي تاثر فيها كمان غير المراه تاثروا الاطفال، يعني وهذا بتلاحظيه انه الاطفال صاروا غير اجتماعيين، يعني حتى دراسه المستوى الدراسي، هذا تقرير من وزاره الثقافه والتربيه النمساويه انه تراجع مستوى العلمي للطلبه الى 50%، لانه ثبت فشله انه الواحد يشتغل عبر النت خاصه مع الاطفال، وهذا كمان بالتالي سوى انه الاطفال اكثر انعزال واكثر عدوانيه. طبعا هذا كله بياثر على البيت كله، يعني انت حاطه بقلب 70 متر مربع 5 اشخاص وبدهم يقعدوا كل النهار مع بعض، ردة الفعل كيف بدها تكون؟ يعني ما عنده الواحد ولا دقيقة أو دقيقتين لحاله، لا كلهم سوا مع بعض، وكيف بدك ترضي الأطفال وأنت حابستيهم بالبيت ما فيك تطلعيهم يعني. فكان كتير الوضع سيء، يعني نحن حتى نرجع نعيد الحياة لمجراها الطبيعي بدنا وقت. نعم. طيب رجوعا ليوم المرأة العالمي، بما أننا طبعا هنا في دولة أوروبية بتنادي بالمساواة وحقوق المرأة وحماية المرأة من العنف الأسري، برأيك هل وصلت المرأة لحد يعني المساواة فعلا؟ لا لا طبعا لسه الطريق طويل، الطريق طويل مثل ما قلنا، يعني هلا لاحظي حتى من نسبة الأجور ما زالت، يعني في تفاوت كبير بين أجر الرجل وأجر المرأة، بحجة إنه هي ممكن تحمل أو تقعد بالبيت، وغالبية الشركات يعني احيانا بيفكروا الناس انه التمييز هو خاضع لفئه معينه، ولا
في شركات مثلا بتفضل انه توظف رجال لانه هدول الرجال ما بيحملوا، وبالتالي ما بياخذوا امومه 3 سنين يعني، وهذا بكلف الشركه مبلغ معين. فكتير كثير نساء عم بيشتغلوا عمل جزئي، وهذا بيؤدي للفقر يعني، واحيانا للضغط النفسي. يعني الكورونا ما يعني آثارها نحن لسه بنعاني منها فترة طويلة كتير لنخلص منها. يعني ما فيني أقول إنه نحن المسألة نسبية، إنه أي بلد بتجي يعني في عندها، طبعا نحن ما رح نحكي على الدول الاسكندنافية اللي هي بتعتبر حقوق الإنسان هي لكل البشر متساوية بين الرجل والمرأة، فلذلك بتلاقي أنه في مساواة حتى أنه بالحكومات تبعيتهم أكثر من 50% في بعض الدول من المراكز متبوئتها نساء، لأنه ما في تمييز أبدا بهذا الموضوع. ونحن عنا أمل بالنمسا أن نوصل لهالمرحلة. طيب أخيرا، إيه هي المشاريع المستقبلية لرابطة المرأة النمساوية العربية؟ يعني نحن بدنا نتابع بقضية الأوركسترا. رح نفعل المسرح من جديد لأنه بدينا فيه وبعدين وقفنا من وراء الكورونا. طبعا عنا دورة لغة عربية، نحن هي سنة دراسية لكل الأطفال، عنا أطفال من سن 6 سنين لـ70 سنة. عنا تقريبا 12 مستوى من مستوى اللغة العربية. طبعا في عنا ورشات عمل لتمكين المرأة، ورشات ثقافية، ندوات شعرية. يعني ما هي نوع الورشات لتمكين المرأة؟ يعني أكثر عن الموضوع ده؟ يعني نحن مثل ما قلت لك هلا بالكورونا لانه ما كان مسمح لنا نتجمع يعني، كان هيك، فكانت الورشات هي عن شو بيقولوا تقويه المعارف الشخصية. المعارف الذاتيه. مثلا كان في ورشات عن الالم والفقد والفقدان، وكيف انه الانسان يقبل حقيقة الموت يعني مثلا. وهيدي في ورشات كانت تعالج صدمات النفسية، صدمات الحرب خصوصي يعني، وهي بتدوم كتير وقت طويل، وهي الصدمات ما بالضرورة انه يكونوا ناس لاجئين او جايين من الشرق هن عندهم اياها فقط، نحن كمان، لانه نحن انت عم تعدي قدام الشاشة كل النهار وعم تسمعي شو عم تسمعي، كله اخبار، هون قتلوا، هون ضربوا، هون هجموا، هون مات هالقد يعني، صفى الخبر يعني، ما ناقص الا انه بتطلع المذيعة احيانا بتبتسم لك وبتقول لك وقد قتل هناك 150,000 ما شو ما بتبتسمي انت هلا يعني يعني عرفتي يعني الالم اللي هيك. بس يعني اذا بتسمحي لي انا من هون من هذا المنبر توجه للشابات العربيات وقول لهم انه اول شيء كل سنه وانتم سالمين، وثاني شيء انه ما في شيء مستحيل بالدنيا، كل شيء بدك اياه ممكن تحققيه، المهم يكون عندك الإرادة ويكون عندك القوة والثبات والعلم. بالعلم نوصل لكل شيء واضح. أنتوا هالجيل طالعين يعني بتبيضوا الوجه الحقيقة، هلأ أنتوا عندكم خبرة أكتر منا، بس نحن عنا مو خبرة، عفوا أنتوا عندكم علم أكتر منا مثلا بالتقنيات بتحقيق المشاريع، لكن نحن عنا الخبرة، بس نحن بنعتز فيكم ونحن واثقين أنه أنتوا رح توصلوا، وأنتوا الكمال بعينه. انتوا اذا سمحتي لي اقول البيت الشعر هذا بيقول كم غادة كاملة في حسنها لو رأى البدر سناها لاختبل. مين قال هذا؟ الشيخ عبد السلام النابلسي. وانتوا كاملات وانتوا جميلات وكلكم بحق لكم تشوفوا حالكم، واحلى شيء فيكم انه صار عقلكم اوروبي وقلبكم عربي والطريق مفتوح قدامكم، ما تخافوا، ما في حدا أحسن منكم، بس أنتم مو أحسن من حدا، كلياتنا متساويين. شكرا. صحيح. وأتمنى طبعا كل امرأة وكل فتاة تكون سمعت كلماتك دي. شكرا. ولو تاخد حتى لو حاجة بسيطة خالص تقدر تفيدها لقدام. أكيد، وأنتم بتعلمونا يعني، ونحن نتعلم منكم ونحن فخورين فيكم. شكرا. شكرا لكم طبعا الخبرة. شكرا. شكرا.
وبكده تكون خلصت استضافتنا مع السيدة ماري تريز كرياكي. شكرا لحضرتك. شكرا.